هلا هيك بدنا نضل كل نهار واقفين. طب انه شو بعمل سميره؟ شو بعمل؟ ما عم يطلع معي افكار اختراعات جديده، شو بعمل؟ ليك اخر مره لما اخترعت شيء شو طلع معي؟ تفضلي. شو هيدا؟ ما بعرف شو هيدا، من راسي هيك. لازم تركز، اليوم الصبح هوايت لقيتها وحدا عم بغنولي. هيدا كله من وراك لان عقلك ما عم بيركز. ليك ما توتريني بربك، كل ما اتوتر بيصير هيك شيء. مثل شو؟ شوفي. ليك بعرفك مخترق قوي، لبنان رايحة هاوية، عمل لك شيء ننكزه. ايه بعرف ايه، مايك حق. شو عملت امبارح انا؟ يقبرني ربك، عملت شيء امبارح بالليل؟ باصبعي اخترعت اختراع باصبعي بنرجع فيه على الزمن. بس قبل ما نرجع على الزمن بدنا نشيل قلبك ونفضيه من المشاعر اول شيء. شو كيف بدك تشيل قلبي بكلمتين؟ هلا بقلك كيف. ها هيدا قلبك؟ يلا لننقذ وضع البلد ما نرجع على الماضي. ايه بس شو خص الماضي؟ هلا بتشوفي. جاهزة نرجع؟ واحد اثنين ثلاثة. ما كان لازم اكل فولات هلا انا بسرعة. وين نحنا؟ شفت هيدا؟ ايه هيدا الولد؟ شو بو شو حس الولد هلأ بوضع البلد؟ حلك شو؟ هيدا الولد اللي شايفتيه؟ ايه هيدا كبير وصار سياسي، وهو هيدا السبب هلأ انه عم يعمل كل هول القصص بلبنان ب 2020. فرجعنا على الماضي بس لنحكي معه شوي، بلكي بقنعه انه بس يكبر ما يعمل سياسي هيك، بس نرجع 2020 ايه بيكون البلد تحسن. بس ليك شو كيوت. بعرف شو كيوت، ما كنا هيك بالجاري بقنعه ما يعمل سياسي. هات لعيط له. تعا حبيبي تعا. بونجور امو. شو بدك تعمل بس تكبر حبيبي؟ بدي يكون سياسي بلبنان الكبير، يكون الحكومة واقدر اعمل اللي بدي اياه. ايه عمو ايه، لا شي حلو كتير، لا معك حق شي حلو كتير. شو عم تعمل؟ ايه شي حلو كتير عمو، شي حلو يلعن. قتلته؟ لك قتلته بك شي انت؟ روي بعد واحدة خليني فضي. قتلته للصبي؟ ما انه صبي، هيدا حيكبر كان حيصير حيوان سياسي ويخرب الدنيا ب 2020. هلا بنرجع 2020 بلد بألف خير. وقفني انطريني شوي، المدرسة اللي هون اللي عم بتعلم فيها في مدرسة القديمة. ايه بدي روح عند المديرة اوصها ايه على المصاري اللي كانت تاخد لي اياهم لتزيين الصف. خدني معك. يلا امشي يلا.